واحد بيقول قريت كتاب عن ظهر حديثا عن الوقوع على الأرض، بيقول إن هو حالة الدهش، واستدل بكلمات في كتاب حياة الصلاة عن هذا الموضوع. أنا عايز الناس دول يتوبوا، ما فيش فايدة، مش عايزين يتوبوا. أشرح لكم الموضوع ده شوية بقى. حالة الدهش كما وردت في كتاب حياة الصلاة، كتبها عن درجات ما فوق حدود الصلاة. ما فوق إيه؟ حدود صلاة. يعني الإنسان ينمو في الصلاة وفي الصلة بربنا جدا جدا في حياة الصلاة وفي حياة الهدوء والسكون، لغاية لما يجي وقت وهو بيصلي ما يعرفش هو في الجسد أم خارج الجسد، أو يكون في نوع من مش دريان بنفسه والروح القدس يسكب فيه شيئا من عنده. فدي جزء من حياة الصلاة بالنسبة للذين نموا كثيرا جدا ووصلوا إلى درجات عالية في الصلاة، وتحدث في الوحدة والخلوة والسكون، ولا تحدث إلا لكبار القديسين الذين تعمقوا في الصلاة جدا. لكن ناس موجودين وسط اجتماع وألف ولا كذا مليون وكلهم مع بعض، واللي بيجري شرق واللي بيجري غرب واللي بيروح هنا وهنا، واحد يحط له بيده كده يبقى يوصل لدهش. ده دهش ده ايه؟ دي حاجة تدهش نحن ان يحصل حاجة زي كده؟ ده مفروض ان دي درجة من درجات الصلاة يصل اليها الانسان وهو في صلة بربنا في جو من السكون والهدوء والخلوة بينه وبين الله. الروح القدس يرفعه إلى درجات معينة من درجات الكشف أو الحالة الروحية العميقة. لكن واحد تزق وتقع يبقى ده دهش؟ لا فيه صلاة ولا فيه وحدة، ووسط الزحام ما تحصلش، ومش حالة الروح القدس أعطاها، ده واحد بيدهله من بره. ده مفروض درجة يصل إليها الإنسان في قلبه أولا بالتدرج في حياة الصلاة، وليس عن طريق أن واحد يزق ويقف. كمان الناس اللي بيوصلوا للحاجات الروحية دي، يعني ما بيلاقوهمش مرميين على الأرض وما يغطوهمش بالملايات، يعني ما هو ده بحال الدهش. إن غطاه يغطيه الروح القدس بجو من الروحانية في وحدته في هدوءه. ولم نسمع إطلاقا عن هذه الحالات الروحية إنها تحدث وسط زحام الناس، وتحدث بعامل خارجي، ويصل الإنسان إلى إغماء. وإحنا شفنا في بعض الأفلام واحد يزقه فيه مش راضي يتزقه، ويزقه فيه مش راضي يتزقه، ويلففه كده لغاية أخيرا لما يقع يمكن من الدوخة. دي تبقى دهش دي، وحالات ما فوق الصلاة، حالات ما فوق الصلاة. أرجو أن الكلام الذي يوجد في الكتب الروحية لا يستخدم في غير موضعه. أنا شفت الكتيب ده اللي طلع جابهولي النهاردة الصبح، أظن حاجة كبيرة، في حاجة تعجب قوي. يعني أولا الكاتب نفس الشخص اللي جردته الكنيسة يدعو إلى اللاطائفية، ويقول إنه لا فرق بين أي طائفة وأخرى، وكله في المسيح واحد، وإن عند ربنا ما فيش فرق. طبعا استخدام كلمة طائفة بدل كنيسة نحن لا نقبلها، فالكنيسة كنيسة وليس الطائفة. كمان تزويب الخلافات العقائدية أمر برضو لا نقبله. أو أنه هو يقول يكفي فقط الإيمان بالأمور الرئيسية زي الكفارة والفداء، وبعد كده أي حاجة تاني ما فيش مانع. يعني أي حاجة تاني؟ يعني الأسرار الكنسية ما يهمش؟ يعني الكهنوت ما يهمش؟
يعني المعمودية ما يهمش يعني ايه؟ كلام مش معقول. طب والمجامع دي اللي اتعملت دي اجتمعت عشان ايه؟ ويقول لازم نوسع مخنا يعني. يوسع يعني يقبل كل حاجة على بعضها كده بلا فارق. أنا شايف إن في تطرف بيزداد درجة ورا درجة في إنكار الأرثوذكسية تماما. وفي حديث آخر لنفس المؤلف مع أحد خدام الأوللي قال له فيه أنا لا أرثوذكسي ولا راهب ولا أدعي دي ولا دي، أنا بتاع المسيح وبس، بتاع المسيح وبس كده بلا مذهب بلا عقيدة. احترسوا من هذه الأمور. فاللي يمشي في الدرجات دي يتطور من سيء إلى أسوأ. حالات الدهش ما بيحصلش فيها إن الواحد يقف يصلي وبعدين يقع على الأرض ويفضل مغمى عليه يعني. نهايته مش عايز أضيع وقتك في حاجات زي دي.